بنبدا دايما ونقول خلاص يعني الاهلي عندنا بيمشي وفريقنا معودنا ان هو بيمشي مرحله مرحله. يمكن المرحله اللي فاتت كانت مرحله الحمد لله ناجحه جدا. احنا عايزين نبص بقى على اللي جاي. والنهارده هنبدا اولى مبارياتنا في منافسات الجوله الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. زي ما بنقول عينينا على العشر، مباراه مهمه للاهلي امام المريخ السوداني النهارده الساعه 9 مساء تحديدا. المباراه دي هتكون على استاد القاهره وكلنا اكيد منتظرينها. الاهلي على اتم استعداداته واختتم كمان اختتم تدريباته امبارح، وموسيماني عقد محاضره بعد كده مع الفريق عن بقى الجوانب الفنيه والخططيه اللي بيجهز لتنفيذها خلال مواجهه المريخ. خلينا نقول تاني ان شاء الله الفوز يكون من نصيب الاهلي علشان فرحتنا كده تكمل. طبعا كلنا منتظرين النهارده ان شاء الله ان احنا نتفرج على ماتش قوي، مباراه قويه للنادي الاهلي، وخصوصا بعد عودته من المونديال وهو حاصل على الميداليه البرونزيه. الجدير بالذكر يا حضرات ان امبارح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اعلن قائمه النادي الاهلي لمواجهه المريخ السوداني، وضمت محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، احمد رمضان بيكهام، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، بدر بنون، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، جونيور أجايي، وأخيرا وليس أخيرا محمد هاني. وإن شاء الله كلهم يكونوا جاهزين تماما لخوض هذه المباراة اللي إن شاء الله هتكون مباراة قوية ومهمة بالنسبة لنا بطبيعة الحال. صحيح. ومبارح كمان كان في مؤتمر صحفي لباتسو موسيماني قال خلال المؤتمر ده تحديدا إن الفريق خاض مواجهات قوية وخاض كمان مواجهات في كأس العالم للأندية تحديدا، إن هو كانت تجربة موفقة استفاد منها الفريق بشكل أكيد كبير ونجح في قياس مستوى الجميع مقارنة مع الآخرين. هو ما أظهر كده العديد من الجوانب بقى للعمل عليها. اتكلم كمان عن الغيابات وقال إن خيارات الفريق قبل المباراة أثرت بالمشاركة في مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات بطبيعة الحال يعني، وإن الأهلي لا يبحث عن مبررات، خاصة إن المجموعة كلها قادرة على تعويض أي غيابات والجهاز الفني كان بيضع ذلك في حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات. موسيماني قال كمان ان مواجهات النادي الاهلي امام فرق السودان بشكل عام دايما ما بتكون مواجهات صعبه وقويه، لكن قال ان احنا عندنا ميزه هي ان احنا هنخوض اول لقاء على ارضنا، لكن سنواجه فريق صعب حصل على راحه اكبر ومميز بدنيا ولا يعاني من اي غيابات، لكننا في النادي الاهلي لا نتحدث عن اعذار واتوقع ان نقدم نتيجه ايجابيه. طبعا النسخه الحاليه من البطوله بتضم فرق قويه جدا وستشهد نفس الصعوبات طبعا المعتاده نحو الفوز باللقب، لكن النادي الاهلي متعود على مواجهه النقص العددي سواء بسبب الاصابات او فيروس كورونا. لعيبه النادي الاهلي دايما على قدر المسؤوليه ودايما لديهم ما يكفي لمواجهه الظروف الصعبه. كمان اشار موسيماني الى ان تركيز الجهاز الفني كان منصب خلال الفترة اللي فاتت على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وإنه وقتها ما كانش في أي مجال للحديث عن أي أمور مستقبلية في الوقت الراهن. التركيز حاليا هيكون موجه خلال الفترة اللي جاية يعني على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل دون أي استباق للأحداث. كلام مظبوط. وكمان في المؤتمر الصحفي سعد سمير مدافع الفريق اتكلم قال ان امبارح يعني قال ان الفريق حقق العديد من المكاسب من خلال المشاركه في كاس العالم للانديه اللي بتعد نقطه انطلاقه جديده بيسعى لاستغلالها في البطوله الافريقيه عشان الحفاظ على اللقب هذا الموسم والوصول كمان للنجمه العاشره. كمان قال ان الاهلي بيسعى للتطوير من ايجابياته بعد كاس العالم للانديه وتفادي اي سلبيات، وزي ما تعودنا الأهلي بيسعى لاستغلال الحالة الفنية والمعنوية للاعبين في تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات الأفريقية. فريق المريخ وصل للقاهرة مبكرا استعدادا لهذه المباراة، وطبعا متوقع زي ما كنت بقول لكم ان شاء الله تكون مباراة قوية الى حد كبير. وزي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي قال ان الفريق قدامه مباراة صعبة في ظل سعي جميع الفرق في دوري المجموعات لتحقيق نتائج ايجابية، لكن زي ما الاهلي عودنا دايما ان اي بطولة او اي مكسب بيتحقق بيكون عبارة عن صفحة بتتقفل عشان نبتدي صفحة جديدة ونصر جديد. ده اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، واكد ان النادي الاهلي بيتعامل مع بطوله افريقيا على مراحل، وان الفريق بيركز في كل مباراه على حده وبيتعامل معاها وفقا لظروفها والتحديات اللي بتواجه النادي الاهلي في البطوله بشكل عام. طبعا كلنا ثقه في جميع اللاعبين وخبرات اللاعبين ان شاء الله حتى في حاله وجود غيابات، احنا واثقين ان باذن الرحمن الفوز هيكون حليف النادي الاهلي النهارده ان شاء الله.
احلى حاجه بتميز الاهلي فعلا يا كريم ان انت بتتكلم فيه، انت بتحقق انتصار وبتخوض بطوله وبما فيها بقى يعني من كل حاجه، من ايجابيات وسلبيات وجهد وبذل يعني كل حاجه، ولكن انت حتى بعد ما بتفوز انت بتعدي بقى، انت عايز تخش على المرحله اللي بعد كده. دي دايما او دي دايما الكلمه اللي احنا بنسمعها من مجلس اداره كمان النادي الاهلي، يقول لك خلاص الصفحه دي خلصت، مش عايزين ان احنا نقعد نحتفل بشكل كبير، احنا عايزين نبص فيما هو قادم. فدي بتعلمك ان حتى الفرح حتى الحزن ليه وقت، لازم تبص بعد كده لقدام. ايوه بس كده النادي الاهلي مفرهدنا وراه، يعني احنا ما بناخدش وقتنا كافيا للاحتفال. اه والله يعني عايزين نجهز بالاعلام والحاجات ما بنلحقش. قال لك لا اطفي يعني اقفل الصفحه وخش على اللي بعده، فما فيش مساحه وقت كافيه للاحتفال بالانتصارات. ما هو بسم الله ما شاء الله من كتر ما هي متتاليه. اه طبعا بالظبط.